فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. الحديث يقول: ونحن شباب قد ذهبنا للاعتكاف في مكة، ولكن ذهبنا إلى أحد المساجد داخل حدود الحرم ولم نذهب للمسجد الحرام للاعتكاف فيه، فهل فعلنا صحيح؟ نعم، مكة ولله الحمد كلها المسجد الحرام، كل ما كان داخل الأميال فهو المسجد الحرام. نعم فضيلة الشيخ، ربما يكون اعتكافكم في مساجد مكة التي ليس فيها زحام أحسن من الاعتكاف في المسجد الحرام الذي فيه الزحمة وفيه المشقة وفيه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.